اليوم بعد المغرب. دحين بعد المغرب. الان وضعت سماد بلاك رويال على شجرة التوت هذه. شجرة التوت هذه. راح احط على شجرة التوت هذاك ان شاء الله. وحنبدا نشوف التغير خلال الاسبوع ده. هذه شجرة التوت حقت الطائف. الان ما شاء الله بدأت تقوم. شايف؟ ما شاء الله. وكلها براعم جديدة. لا براعم جديدة ما شاء الله.